اختلف ازاي؟ ايه اللي عمله؟ دكتور تامر بدايه بدات ازاي مع قطاع ناشئين في النادي الاهلي؟ هو البدايه خالص قعدنا انا وكابتن بعد ما النادي كلفني بان انا امسكين قعدت انا وكابتن عمر شوقي رئيس الجهاز وعملنا اجتماع وشفنا ايه النواقص اللي احنا كنا فيها قبل كده، لان انت عارف حضرتك احنا بنشتغل في النادي الاهلي عن طريق تواصل الاجيال وعمل جماعي. فكان قبليا الكابتن احمد سالم هو اللي ماسك القطاع، وكان للامانه سايب تقارير وافيه جدا عن الحاله في القطاع عامله ازاي والمراكز اللي وصلوا لها والصعوبات اللي قابلوها ايه وكده. درسنا التقارير دي وقريناها كويس واستشفينا منها ان احنا عندنا جوانب نقص، منها ان احنا محتاجين دعم للعيبه، ومنها ان احنا محتاجين ننتقي الفرق تاني من اول وجديد، خصوصا ان الاتحاد قلل قائمه الفرقه من 30 ل 24 لعيب. فده كان بالنسبه لنا تحدي ان احنا طبعا لازم ننهض بقطاع تاني ونرجع نبقى داخلين في مناصب بطولات، لان احنا كنا بعاد فتره شويه صغيرين، بقى لنا فتره بعاد عن البطولات. ابتدينا نقعد اجتماعات، ابتدينا نحدد الجوانب اللي احنا عايزين نشتغل عليها ايه، ايه النواقص اللي ناقصانا، ابتدينا ننتقي المدربين، وده قعدنا فيه فتره يعني قعدنا فيه بحث كبير. كنت لسه هسالك سؤال، انتقيت مدربينك ازاي عشان تقدر تاخد هذه المنظومه؟ احنا طبعا جهاز اللي كان مع كابتن احمد سالم احتفظنا منه بمدرب اثنين مدربين، كابتن فادي اللي كان ماسك فرقه 2007 وبقى ماسك فرقه 2009، وكابتن احمد الجزار لان هو من اولاد النادي طبعا. ابتدينا نفكر كل فرقه محتاجه ايه وشخصيه المدرب اللي هتبقى عليها عامله ازاي علشان نقدر نوصل بيها لاحسن نتيجه. فابتدينا ندور في السيفيهات وندور على المدربين طبعا، لان احنا مش بعاد عن المجال بنتفرج كتير. فانتقينا المدربين على الاساس دوت، ان احنا كل فرقه احتياجاتها ايه والمدرب ده هيقدر يوفر الاحتياجات دي ولا لا، وشخصيته هتبقى مع الفرقه عامله ازاي، وانتقينا المدربين على الاساس ده. وابتدينا نحط ان احنا كمان عايزين نزود الجهاز، لان احنا كان عندنا مشكله في حراسه المرمى، وحضرتك عارف انك حارس كبير، ان حراسه المرمى شيء مهم جدا في الهاندبول، اهم حاجه دلوقتي في كره اليد. فاحنا كان عندنا اثنين مدربين حراس مرمى فقط، واحد مشي راح حته تانية، وابقينا على واحد اللي هو كابتن محمد عباس، واخذنا الكابتن ماجد الصياد من قطاع البنات، واضفنا الكابتن مهاب كرم. وبصراحه كابتن رؤوف عبد القادر في النشاط الرياضي ساعدنا بشكل كبير، لان هو ما كانش عندنا جوه الجهاز غير اثنين مدربين بس، فوافق ان احنا نضيف مدرب ثالث. انت معاك كم فرقه في الجهاز؟ انا معايا 8 فرق. 8 فرق اه داخل الجهاز قطاع الناشئين. اه منهم واحده تجهيزي اللي هي لسه تبقى تبع القطاع تبع القص، موجوده لسه في بص عليها طبعا دي السنه الجايه اللي هي تطلع السنه الجايه. اه دي بسم الله ما شاء الله احنا عندنا العدد فيها كبير جدا، وصل لحد 65 لعيب دلوقتي. وعملنا فيها حاجه جديده ما كانت اتعملت قبل كده، عملناها مقسمناها مجموعات الف وب وجيم، علشان الولاد يعرفوا ياخدوا جرعه تدريبيه كويسه، لان طبعا ما فيش مدرب يقدر يسيطر على 65 لعيب خصوصا في السن دوت. مستحيل. فعملنا لهم اختبارات بسيطه جدا في اساسيات اللعبه، وقسمناهم على الاساس دوت لالف وب وجيم. بتقسمهم على الناحيه الفنيه ولا بتقسمهم على شويه فنيه مع شويه اقل فنيه يقدروا يقوموا مع بعض؟ لا، ما احنا بنقسمهم ان احنا شويه فنيه اقل علشان ياخدوا جرعه واحده نطلع اكبر عدد من اللاعبين نقدر نختار منه. لان احنا السنه الجايه حضرتك هنختارهم مفروض 24 لعيب من اصل 65، من اصل 65، فلازم ننتقيهم انتقاء كويس جدا. احنا اعتمد على ان الاولاد اللي هم متفوقين فنيا شويه حطيناهم في المجموعه الف، ومعاهم جزء من الولاد الاقل شويه مجموعه به، ودول كان مجموعه الف عددهم الاكبر، مجموعه به قللنا عددها، المجموعه ج او اللي هي خليناها الولاد اللي لسه جايين جداد، والولاد اللي لسه الاساسيات بتاعتهم في الهاندلنج والدرابلنج قليله شويه. كويس. وحطينا لهم في مدرب من المدارس دخل معانا، ده كابتن اليوبي ساعدنا، وحطينا المدرب المساعد عمر محسن بتاع فرقه 2011 نزلناه يشتغل معاهم. كويس. والمدرب الاساسي بتاعهم كابتن عمرو عطيه، طبعا تاريخ في المكان دوت. تقدر يكرر كابتن عمرو عطيه؟ اه تاريخ كبير وتاريخ كبير. اه بالظبط.